القضية أيها الإخوان بصراحة أنا سأبوح بها. أول خطوة يخطوها الشيعة للدعوة هو حب آل البيت، فهي كالمصيدة، ترى الفأر الجبنة فتدخل إليها. الخطوة الثانية بكل صراحة مظلومية آل البيت، ويبكون الناس على ذلك. الأمر الثالث التشكيك، وأنتم تلاحظون من الدكتور على مدار 17 ليلة، أعيد، الخطوة الأولى حب آل البيت، فالناس ينساقون وراءهم. يا أهل الشام، يا أهل الأهواز، يا أهل الجزائر، يا أهل المغرب، يا أهل السودان، انتبهوا، والله الأمر خطير. أما العراقيون فهم الأمر واضح عندهم. يا أهل مصر الأبية، يا مصر الأبية، يا أهل مصر الأبية، انتبهوا إلى هذه القضية الخطيرة. حب آل البيت، اثنين مظلومية آل البيت والبكاء عليهم، الثالث التشكيك، الرابع عملية الانتقام. الآن عملية الثأر، ويدفعوك للثأر لتدريب الناس والعياذ بالله على مسألة الدماء. أقول له انظروا إلى جمال مذهب أهل السنة، بس أريد بس هذه الحاجة وسأترك الوقت. جمال أهل السنة، ماذا ينظر المسلمون من أهل السنة إلى جمال الإسلام؟ أن الصحابة أحباب، الطرف الآخر أنهم أعداء، أن الله ألف بين قلوبهم بنص القرآن، الطرف الآخر أن الله أبغض بين قلوبهم، الطرف الثالث كانوا متعاونين، كانوا متخاصمين. لاحظ الجمال، نحن نرى أن الإسلام قد تم بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هو يقول لا، ما تم إلا بالأئمة الأربعة، عفوا بالأئمة 12. لك يا جماعة الخير، وين هذا؟